هبطنا الحين بالطائرة وأنا كنت قائد الطائرة، لفيت بالركاب بين السحب، خمست بهم في الجو خميس وسمعوا واي، قلت لهم هركدوا وهبطنا الحين. جلة اللي هناك انزلوا. هل تؤيد إعادة العصا في المدرسة؟ والله بيني وبينكم أؤيد وبشدة بعض في بعض الأحيان، علشان هيبة المعلم، لكن الضرب الغير المبرح، لا تبرح ضرب، إذا غلط ضربة خفيفة، زاد الغلط خبروا أبوه يضربه، إذا أبوه ما ضربه ابنه سيبوه. جماعة بيني وبينكم ما أؤيد الضرب في المدرسة صراحة، من بعد ما شفت هذا الكتاكيت ما يستاهلون الضرب، الله يحفظكم يا رب العالمين. أخونا المواطن العماني بي إن سي مينون ضمن قائمة فوربس لأثرياء الشرق الأوسط، تبلغ ثروته 2.8 مليار دولار. يعيش أخوي بي إن سي. جماعة مكحل عيونه مكحل عيونه مكحل عيونه يا ربي الكحل يا كحيل الرجل يا كحيل. من اللي كحلاك؟ تصفعني؟ لا والله أحبك يا والله، قصدي كله لا قصدي يا حلو. لا عندك؟ يا ربي في جيبك الكحل، كحل هذه قوي النظر، قوي النظر صاحبك يا أخي. ينظف العيون، ينظف العيون. أكحله؟ أنا في يا الله يا الله، شوف شوف شوف، لكن يضر العين ولا شيء؟ لا يقويها، يقويها كحله. أكحل كحل أنا من جهلي. يلا بسم الله. أكحله ليش تقع؟ كحله والله تخليه كحل والله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أشوف أعطيه ثانية الحين، ما شاء الله تبارك الله. ثانية 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 ثانية. أوف حرقني حرقني ما شاء الله. حار؟ أكحلك حار؟ لا طبيعي طبيعي؟ إيه؟ أكحلك؟ لا ما تكحل. ثاني سكبة بسرعة حي زهلة خبو يا مرحبا. لا 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 ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. يا مكحل قال لك ما في قلبي ما في قلبي المكحل شل عقلي، ما في قلبي ما في قلبي المكحل شل عقلي. شوف احمد بن ناصر رئيس مجلس اداره نادي النهضه، ان شاء الله بخير، ان شاء الله ما حد خسران، احنا كسبانين. هذا هو الملعب للست لقاءات كلها قلت فيها. الله يوفق، الله يسلمك، الله يسلمك. كلام جميل من الشيخ محمد بن ناصر رئيس مجلس اداره نادي النهضه. الله يطول عمرك. تحت رعايه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم ال سعيد، حفل فخم فخم بمعنى الكلمه لغرفة تجارة وصناعة عمان بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس الغرفة. وفي هذا الأثناء وصول صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، الله يحفظك يا رب. في قيادة دفة الاقتصاد الوطني وانسجاما مع الأهداف الوطنية، فقد أطلق مجلس الإدارة الحالي توجهات استراتيجية تقوم الغرفة بدورها كممثل رسمي للقطاع الخاص في سبيل تحسين بيئة. عاد الشيخ فيصل الرواس
والله مش مجاملة أفخم احتفال شفته من يوم دخلت الاحتفالات هنا في عمان. عمل فخم وبقيادتكم، وأنا أقول بيض الله وجهكم، شكرا جزيلا على هذا الاحتفال اللي يليق باسم الغرفة. 50 عام أعطيتوها حقها اليوم، الله يطول بعمرك يا رب العالمين، مشكورين، بارك الله جهودكم، أحفظكم الله.